لو الحكاية فيها إن فيديو نقطة ضحك من المجهودات اللي بيعملوها مصر قالتهم وإحنا بنقول لهم أهلاً وسهلاً بيكم في مصر. يعني إحنا سعداء بيكم وتشرفكم وأكيد هنستفيد منكم من خبراتكم. ده بيفكرنا بمؤتمرات مصر تستطيع اللي تبنتها الوزيرة العزيزة نبيلة مكرم. وأنا أشهد أن وزارة الإنتاج الحربي زي ما حضرتك تفضلت وقالت استفدنا الكثير من العلماء المصريين اللي شرفوا في هذه المؤتمرات. إحنا المرة دي عندنا أمل كبير، وأنا يعني بشجع زمايلي إن في جلسات العمل اللي هتنعقد في هذا المؤتمر يحصلوا على أكبر قدر من المعلومات ومن الاتصالات ومن وسائل التواصل مع علمائنا في أمريكا وكندا، حتى نستفيد في وزارة الإنتاج الحربي من خبراتهم. إحنا في زي ما تفضلت سيادة الوزيرة وقالت أمثلة محترمة جدا حققنا فيها يعني إنجازات طيبة، وما زال أمامنا طريق كبير عشان نحقق المزيد من العمل بالتعاون مع مثلا الدكتور وكيل المراغي والدكتور هدى ودكتور هاني الكاتب والدكتور هاني النقراشي.